والمغرب ملتزم بمواكبة مسلسل تفعيل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو. جاء ذلك بالرباط خلال افتتاح أعمال لجنة تقييم العروض التقنية والمالية للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لحوض الكونغو الذي يشكل أداة مالية للجنة المناخ في الحوض، والتي التزم المغرب بتعبئة التمويل اللازم لها من أجل إنجاز الدراسة التمهيدية ومواكبة تنفيذ مختلف مراحله.